انا شايف ان احنا لازم كلنا نبعد عن السلبيه، وانا طلعت بيان النهارده قلت فيه كلامنا ان احنا ضد، انا ضد السلبيه وضد المقاطعه، لان زي ما انا اقول لك احنا في مرحله صعبه، والمقاطعه والسلبيه لن تؤدي لنتيجه، بالعكس هتعقد الموضوع اكتر واكتر. المره دي خدنا تجربه، المره الجايه تتطور التجربه. احنا في مرحله صعبه جدا، احنا بعد ثورتين وفعل ورد فعل وردات فعل، الموقف صعب ومعقد، ودوله بتواجه مخاطر حقيقيه. للامانه لازم نعرف ان الدوله بتواجه مخاطر حقيقيه. انت النهارده شوف، شوف اليمن حصل فيها ايه، واليمن مين بقى اللي نازل بتقلوا فيها، بتقلوا دول الخليج، ايه اللي حصل في اليمن؟ الشمال ضاع، والجنوب اللي اتحرر برضو ضاع. هل احنا عايزين كده يعني؟ ليبيا، طرابلس دوله، وبنغازي دوله، ومش عارف مين دوله، هل ده يعني؟ فاوضاعنا صعبه. بدعو الشباب انهم لازم يخافوا على بلدهم، لازم يعرفوا حجم المخاطر الموجوده. لا ده كويس، ده مهم جدا، الجزء المشهد لازم يظهر للناس عشان يفهموا ان الوضع صعب. ما هو انت تسالني تقول لي يعني هل هناك حاله ان انا عايز دي منتهى الامل في الانتخابات؟ لا طبعا، انا ما لا طبعا، لكن لازم تقيس الوضع في اطار ظروف. وبالتالي شايف ان دي مرحله لازم نعديها، ونعدي هذه المرحله ونشارك، وبعد كده لكل حدث حديث. صوتي لعبد الفتاح السيسي، وبقناعه كامله على فكره، مش عشان حاجه، لان انا مؤمن بانه لازم يكمل الدوره. زي ما انا بقول لك، انا لسه بقول لك حتى في انتخابات النقابه انا بدات حاجات، والظرف صعب جدا والدنيا صعبه، يعني طبيعي جدا يعني. ما يعني هل يعقل ان انا استخدم سلم النقابه يا استاذ شادي في مظاهره انا كنت رايحها بالمناسبه؟ يعني كنت رايح المظاهره دي، هل يعقل ان انا النهارده بدل ما اشتبك مع ترامب اروح اشتبك مع السيسي واشتبك مع الدوله؟ ما ده الكلام يعني. ما هو برضه لازم الناس تبقى عندها وعي وعقل، بس يبقى في نضج ووعي للمشكله. لست انا مش ضد اي زميل، بالعكس، وما فيش عنديش ازمه اسمها سلم نقابه خالص يعني، لكن عندي ازمه ان احنا استغلال الموقف. النهارده انا اخش في معركه مش بتاعتي ليه؟ ليه انا اخش في معركه الحزب سين او صاد؟ ليه؟ انا مالي ومال المعركه دي؟ وانا النهارده ده لسه انت بتسالني بتقول لي انا بتايد مين؟ قلت لك انا صوتي لعبد الفتاح السيسي. هل انا النهارده هاجي اعمل سرادق او اعمل مظاهره على سلم النقابه تأييد لعبد الفتاح السيسي؟ مش هعمل ده، مش هعملها. ما انا واقول هذا الكلام حضرتك، هل ان انا هعمل سرادق هو النقابه او اعمل مؤتمر لدعم عبد الفتاح السيسي؟ مش هعمل ده. ليه بقى؟ عشان التزاما بحياديه النقابه. عشان كده زي ما بطلب او زي ما الاخرين، لو انا عملت ده هل الزملاء المعارضين هيقبلوا هذا الكلام؟ طيب ليه بقى بيخلوني اقبل حاجه ما مش منطقيه ولا مقبوله؟ طب خلينا نتفق، ما عنديش مشكله. انا عايز اعمل له احضر احتفاليه لعيد عبد الفتاح، بروح احضر احتفاليات، هم بيروحوا يحضروا، بس مش في النقابه، النقابه ما لهمش دعوه بيها.